ها شنو هالك عم عسى ما بخلع ها كرسي دي شمال كنا وسط اول ما في شيء هات هات تعال لي الله يسلمك هالشي ما طول هنا قاعد ورجيك هنا راح لا لا عندكم أمانة انقذوني يا عيال انقذوني عندكم أمانة عصبي افتح بوش انقذوني يا عيال نزلوا لي أسد يدعموني انقذوني بالله يا عيال انقذوني نقذة بالله عندكم أمانة انقذوني يا عيال انقذوني عندكم أمانة عصبي افتح بوش انقذوني يا عيال نزلوا لي أسد يدعموني انقذوني بالله يا عيال انقذوني نقذة بالله عندكم أمانة انقذوني يا عيال انقذوني عندكم أمانة عصبي افتح بوش انقذوني يا عيال نزلوا لي أسد يدعموني انقذوني بالله يا عيال انقذوني نقذة بالله عندكم أمانة انقذوني يا عيال انقذوني عندكم أمانة عصبي افتح شاهي قهوة صدري تمر ابعد الضيق ودك ودك بار ها عجيبة والله اريح احوالك حوالك حلمة ما لا يا محمد تو تذبحني يا محمد يا محمد والله خطأ ما غرينا خطأ ما كنت تسوي زودت يدي دكتور دكتور الوفاء يا عمي يا اخواني شوف الوفاء انكسرت الماسورة شوفوا كيف من حب الولدة شوفوا كيف شوفوا الله الله يطول عمرك يا محمد الله يطول عمرك يا محمد حبيبي وش اللي جاك تحس به وش والله ما ادري الم في جسمي بشكل الم حراره حراره وكذا ما تشوف شر ان شاء الله ما تبغى ساعدك خلي عمي يساعدك بشيء حاجة تحتاج مويه شيء الله يطول عمرك يعني إخواني أسأل الله يا ربي يا كريم إن الله يخلي لي عمي محمد من يقول الله يوفقك تخيل إخواني تطلع من المستشفى يروح معك ويخلص ويلا طلع أنا اللي يسوق ولا تسوق أنت ولا شيء ويحلف بالله إنه ما يقهوي كلنا كل شيء الله يطول عمرك بس ما ودي بدانك نبغى كافي ثاني افضل شفت له نبغى كافي ثاني ايش تبغى نبغى يا طويل ها كوبو دانك ليه اختص بالذات دانك انا يجيب كوبو لكن انا اشوف ان دانك انه انا ما احس ما عجبني نبغى نروح مكان ثاني نروح نمر لا لا بنروح مكان ثاني دانك انا ابغى دانك انا بروح لك ما ودك انا نبغى تقاوى سوى يا اخي حد مني ما تقاوى تقاوى يعني ملزم على دانك دانك والله صراحه لا حاسب انا يا محمد ايش بك عند دانك يا رجل اشتعي وجهك لا فداك ايه اجتري الكلام هذا اشتعي وجهك بعد الفلاح